نعم. فضيلة الشيخ، إذا كنت أنا إمام واثنين حنا وسلمت إمام نعم وسلمت، لكن ليش صرت جهري، تذكرت بعد ما سلمت يسار تذكرت أني أنا إمام، أسلم ثاني مرة ولا كيف؟ إن الصلاة انتهت يا شيخ إذا كنت أنا إمام. نعم. وخلفي اثنين أو واحد جماعة نعم، أسلمت صوت يعني منخفض ما أسمع، فتذكرت أن خلف ناس أسلم يعني بصوت. إذا سلم الإمام بصوت منخفض لا يسمعه المأمومون فإنه لا يعيد السلام مرة ثانية، ولكن هو إذا انصرف استغفر الله وانصرف عرف الناس أنه انتهى. ومثل ذلك الفاتحة أيضا، لو أن الإنسان نسي في الصلاة الجهرية الإمام فقرأ أول الفاتحة سرا ثم ذكر فإنه يتمها ولا يعيد. وقال بعض العلماء بل يعيدها، لأن إعادتها جهرا إعادة إلى سنة ليست عبثا، والإنسان مأمور بأن يأتي بالقراءة على وجه السنة، لكن الأول أحوط، الأول أحوط أنه يبدأ من حين ذكر. وفيه فائدة أيضا، وهو أنه إذا ابتدأ من حين ذكر لا يعود مرة ثانية إلى ذلك، يعني يكون دائما متذكرا، لكن لو أعاد من الأول هان عليه أن ينسى أن يعود مرة ثانية، لأن المأمومين لم يعلموا به إذا أعادها من أول الصلاة من أول الفاتحة. والخلاصة الآن أن الإمام إذا سلم سرا نسيانا حتى أتم التسليمتين فإنه لا يعيدهما ويكفيه الانصراف، وإن أسر في الأولى ثم ذكر جهر في الثانية. نعم.